بحضور عدد من الأطباء ومجموعة من النساء ممن تحدين الإصابة بسرطان الثدي، انتظم اليوم 13 للجمعية تحت شعار بالأمل نعيش، وذلك ببلدية تونس. وهذا الشعار هو شعار حملة دولية أطلقها لاعب التنس الدولي أنور الكموني من مصر، لتنخرط فيها حتى الآن 14 دولة من بينها تونس. اللاعب التنس الدولي أنور الكموني لم تكن معركته مع مرض السرطان سهلة، فقد تابع اللاعب المصري رحلته مع العلاج لمدة 7 سنوات مع منافس شرس اسمه سرطان النخاع العظمي، لتنتهي المعركة بشفاء تام وعودة للحياة الرياضية وتسجيل تصنيفات عالمية جديدة. نلعب تنس مصري في تاني بطولة دولية ليا في مقدونية في 2007. حسيت بضعف غير عادي في البطولة، ده شيء غير عادي بالنسبة لي إن أنا رياضي يعني. وقعت في الملعب بعد تحليل وكده، عرفت ان عندي فشل في النخاع العظمي، هو اخطر من السرطان طبعا. مريت ب7 سنين علاج بقى، مده طويله جدا، كيماوي، حصل مشكله في الجهاز الهضمي، غرغرينا في الايد، وزني وصل ل 140 كيلو على شاشه العظم. وبعد 7 سنين من كل المحاولات رجعت تاني للتنس، ورجعت تاني كما كنت، ورجعت مصنف عالميا تاني، وبقيت الرياضي الوحيد في العالم اللي عمل ده. وحتى ينشر الأمل في كل العالم وبين كل المصابين بسرطان، أطلق الكموني حملة مانح الأمل حول العالم، حملة تهدف إلى بث روح التفاؤل وعدم اليأس والاستسلام، حملة يصل صداها إلى تونس عبر اليوم 13 لجمعية مرضى السرطان. هي راهو الأمل اللي نعيش مش في الصحة برك، في كل شيء، في الحياة العادية متاع الإنسان، في الدول، بالأمل اللي نعيش نحبوا بعضنا، نمدوا يدينا. ماذا بيا أنا ندى قديش من يد في العالم الكل تتمد مع بعضها، ونقولوا احنا باش نعيشوا مع بعضنا واحنا نحبوا بعضنا. يوم اعلامي دراسي مع جمعيه مرضى السرطان، وهذا يجي في اطار دورنا الفاعل مع المجتمع المدني في القيام بعديد الحملات، من الحملات التحسيسيه للتشخيص المبكر لسرطان الثدي. تو حسب الاحصائيات 9 أورام سرطان من 10 يشفوا، مهم ياسر. في تونس يمكن عندنا 8 من 10، فهمتني؟ دونك هذاك علاش نحن حبينا لو تيم بلوتو، الموضوع نتاع الملتقى السنوي نتاعنا يكون الامل. والهدف كان اولادي، كنت لازم نقف على ساقي على خاطر اولادي، نمشي نعمل لك الغاديوثيرابي، نمشي نعمل لك الشيميو، نمشي فرحانه اللي انا سيي لباس واقفه على ساقي وباش نعدي هيك الحصص ونروح فرحانه، خاطر فما سيي عندي ماضي، بديت نقرب للبوان تاع الديبار تاع حياتي جديده. حياة جديدة لمرضى السرطان يرسم ملامحها المحيطون بهم بزرع الثقة في النفس ومتابعة رحلة العلاج بنفس طويل، ميزته روح التحدي والانتصار.